كانت البحرين عربية قبل الإسلام، وتشرفت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله بالدخول في الإسلام، وبقيت في كل تاريخها عربية لم تنسلخ تكوينا من عروبتها، ولم تفقد لغتها، وبقيت مسلمة لم تفارق إسلامها في يوم من الأيام. والعروبة عرق ونسب ولسان، وهي من الموضوعات المحايدة التي لا اقتضاء فيها بعنوانها الخاص لكفر أو إيمان أو عدل أو ظلم أو استقامة أو انحراف. ولا يصدق الاعتزازنا بالإسلام إلا بمقدار ما يحترم على أيدينا على الأرض، ويرجع إليه في صوغ الأوضاع العملية، ويحكم في الأمر الكبير والصغير، وتتبعه السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع وكل ما للإنسان من شأن. ولا زالت شعوب الأمة في الكثير من أبنائها تتطلع لليوم الذي ترى فيه حكم الإسلام عن وعي ورضا واختيار، وأن يعم الأرض كل الأرض عدله، وتشع بنور الله عز وجل، وتضيء بنور الله عز وجل من عطائه، وهو يوم موعود لا بد أن يكون. هل حق أبدا؟ يشارف الحراك السياسي في البحرين على نهاية عامه الثالث، وقد أجمعت المعارضة على عدد من المطالب السياسية الواضحة والتي أعلنت عنها المرة تلو الأخرى، والسلطة لا تعطي استجابة ولا لواحد من هذه المطالب، على أن المطالب كلها ليس منها ما يتنازل عنه في الحق، وسقفها أخفض سقف من بين السقوف لمطالب الحراك والثورات في الساحة العربية. فهل لم تصل مطالب المعارضة السلطة ولم تسمع عنها؟ هل وصلتها وقرأتها فرأتها كلها باطلا محضا وليس لشيء منها نصيب من الحق؟ هل تراها حقا ولكنها متحققة بالكامل على أرض الواقع والكلام فيها كلام بلا معنى؟ هل لأن هذا الشعب لا حق له كسائر الشعوب؟ هل تنتظر من هذا الشعب الصابر الصامد الذي ضاق ذرعا بظلم الأوضاع وقسوتها أن يسكت عن مطالبه؟ أن يتراجع وعيه؟ أن يفقد عزيمته؟ أن يقعد به يأس؟ أن يقتنع من أحد بالتراجع؟ أن يسمع لنصيحة بقبول الذل والهوان؟ الإجابة بنعم على بعض هذه الأسئلة عار على السلطة، وأي عار، ولا ينبغي أن تختاره لنفسها. والبعض الآخر من هذه الأسئلة لو أجيب عليه بنعم لكان كذبا محضا لا نصيب له من الصحة ولا صمود منه أمام وضوح وصرامة الواقع المخالف. أكرر نصيحتي لكم شبابنا الأعزاء بألا ترموا أحدا بسوء ظلمة، ولا تعتدوا على أحد، واحذروا من أن تحدث فتنة بينكم بسبب ما قد يخطط لكم ويستثير غضبكم، ولا تحققوا أمل من يستهدف تمزيقكم وأن يحدث لكم الهزيمة على أيديكم حين تحتربون بينكم. طالبوا بحقوقكم صابرين، والزموا طريق السلمية والعقلانية والعلنية، متوكلين على الله سبحانه، مفوضين الأمر إليه، حريصين على التقيد بأحكام شريعته.